أهلا بيكو في الفيديو الأخير في محاضرة الـ Evaluation بتاع Teaching and Learning. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا بشكل عام عن وسائل الـ Evaluation، واتكلمنا بالخصوص على إزاي نربط أو أهمية ربط الـ Assessment Tools بالـ Outcomes أو الـ Objectives، وبعدين اتكلمنا على بسرعة برضو على إزاي نعمل الـ Course Report. في الفيديو ده هنتكلم على بعض الكونسيرنز وبعض النصايح على ازاي نحسن ادائنا بشكل عام في الكورسات او المحاضرات اللي بنقدمها. اول حاجه الحقيقه نتكلم عليها هو الكونسيرنز اللي بنقول عليها دي. فعلا من الحاجات اللي كتير من الاساتذه وكتير من المعلمين بشكل عام بيتضايقوا منها، انه يحس ان الطالب بتاعه ممكن يأثر في شغله، هيستمر ولا مش هيستمر، وإذا كان هيترفد ولا مش هيترفد والكلام ده. الحقيقة طبعا ما بيحصلش الكلام ده في المؤسسات الكويسة والمؤسسات المحترمة. فأنا نصيحتي ليك إنك لو أنت في مؤسسة حاسس ان فعلا هي يعني لو الطلبه ادوا لك ايفالويشن وحش هيمشوك، وهنا خلي بالك ايفالويشن وحش موضوعي او مش موضوعي، فلو موضوعي ده، لكن ان مجرد ان الناس بتشتكي منك ولا ولا ولا، يبقى احسن لك فعلا دور على شغلانه ثانيه. الناس دي مش سايش انك تشتغل معاها اساسا، لكن طبعا انت لازم تبقى اوبن للفيدباك الموضوعي. الناس لما تقول لك ان في حاجه في ادائك مش كويسه، بص فيها وركز وتابع فعلا ان الحاجه دي ممكن احسنها ولا لا. في الاخر اي واحد هيوصل لمرحله يتوقع ان هو فعلا بقى يعمل احسن حاجه ممكنه، يبقى البني ادم ده ما بقاش يعمل حاجه كويسه. الكلام ده مش محتاج مناقشه كتير. طيب يجي بعد كده الكونسيرن الاساسي بقى، واحد من الكونسيرنز الاساسيه البايس. النهارده الناس الطلبه ادوني ايفالويشن نص نص. ليه يا ترى الطلبه ادوني ايفالويشن نص نص؟ علشان انا مثلا قلت نكته بايخه، ولا علشان ما بدرسش كويس، ولا علشان الكتاب اللي طالبينه عشان الكورس الكتاب اتاخر فالطلبه كانوا متضايقين فطلعوا همهم فيا، اوكي؟ ولا الكورس ايفالويشن طلع وحش علشان التكييف ما كانش شغال في القاعه بتاعه المحاضره، ولما التكييف ما كانش شغال هم ما كانوش مبسوطين. فهنا لازم نبص ان البايس موجود، زائد ان التقييم بتاع الحاجات المختلفة ممكن ما يبقاش تقييم موضوعي لما نقارن أداء الناس مثلا في كورس الحساب وكورس الإملاء. دي حاجة ودي حاجة. ما أقدرش أقارن حساب بإملاء، ما أقدرش أقارن بروجرامينج بليرنينج جابانيز، أوكي؟ دي حاجة ودي حاجة. أسلوب التقييم مختلف، وبالتالي أسلوب تقييم الكورس مختلف برضو. في بعض المؤسسات للأسف بتلاقي إن هو عامل evaluation form واحدة لكل الكورس. أنا معاك في حاجات واحدة، لكن لازم يبقى في حاجة خاصة بالكورس ده أو العائلة دي من الكورس. لو بدرس كورسز بتاعت لغات، في حاجة بتقيم أداء كورس اللغات غير الحاجات اللي بتقيم اداء كورس الانترودكشن تو مانجمنت مثلا، اوكي؟ دي حاجه ودي حاجه، ده عالم وده عالم. فلازم ناخد بالنا من هذا الجانب، من جوانب، لان دي من الحاجات اللي فعلا بيج كونسيرن، وانا فعلا عملت شغل كويس ولا ما عملتش شغل كويس. تاني حاجه واخر حاجه هنحب نتكلم عليها هو ان ساعات كتير بيبقى عندك جزء من الايفالويشن، سكشن من الايفالويشن طلع النتيجه فيه وحشه. طب سببها ايه؟ يو دونت نو. يا ترى زي ما كنا بنقول من شويه، الناس مش مبسوطه من قاعه المحاضرات علشان الاضاءه كانت ضعيفه، ولا عشان التكييف ما كانش شغال، ولا علشان كان في دوشه في الباك جراوند وكان في وكان في وكان في. فهنا انت محتاج تحاول تعرف ايه السبب. لما تلاقي كده تبتدي تجيب الناس تتكلم معاها. طب انتوا ايه اللي خلاكوا تطلعوا في كان حاجه؟ ايه اللي مش عاجبكم في الكلاس روم؟ ايه اللي مش عاجبكم في طريقه اداء الاستاذ؟ يا ترى صوته مش واضح،
ولا السلايدز اللي بيستعملها مش كويسة، ولا بيكلمكم بطريقة مش كويسة، أو استخدم ألفاظ مش كويسة، ولا. من الحاجات برضو المهمة الـ amount of relevant data. طب النهاردة علشان الكورس فيه 2 أو 3، ده بيحصل كتير في البروفيشنال كورسز، وساعات ايفن في الجراديويت كورسز، كورسات بتاعت الدراسات العليا، بيبقى عندي ساعات عدد الطلبة قليل، وجملة 2 لسبب ما أو 3 لسبب ما وادوني نتيجة زي ممتازة رائعة، يا ترى ده معناه إن أنا ممتاز ورائع؟ لا، ليس بالضرورة. 2 3 وبالصدفة I clicked with them، بقيت بقى يعني بقى أنا مبسوطين مني وفهمت طريقتهم وفهموا طريقتي. لازم الـ amount of relevant amount of data يبقى relevant، عددهم يبقى يستاهل إن أنا أحطه في الحسبان. لو عندي في كورس وثلاثة أربعة كلهم جم قالوا عليا وحش، الثلاثة أربعة من كام؟ هما كل الكورس كان فيه ثلاثة أربعة؟ لا، ما اقدرش اقول ان الكورس كان وحش. ممكن طبعا لازم اخد في الاعتبار رايهم، انا هنا مش بقول اهمل رايهم، لازم اخد رايهم في الاعتبار، لكن ده ليس بالتاكيد محددا لان الكورس ده بقى كورس وحش او طريقه ادائي في الكورس ده طريقه وحش. لازم العدد يبقى كفايه. طبعا العدد كام كفايه؟ الحقيقه ده موضوع بتوع الاستاتستكس بيتكلموا فيه كتير، بس let's say 25 ل 30 is a good number، ان النتائج اللي تطلع منه تبقى مقبوله. طبعا لو عدد كبير جدا تبقى النتائج احسن، لو عدد اقل من كده ستيل ممكن اطلع منه معلومات مفيده، لكن يعني انا 30 ده و25 رقم مش وحش ابدا ان احنا ندور عليه. طيب دلوقتي احنا بسرعه عدينا في ايه التيبيكال كونسيرنز، تعالوا بقى نبص على بعض النصايح لازاي انا ابقى احسن. يعني عايز اقول لكم 3 نصايح بس، لسه احنا المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم بشكل عام على الاستراتيجيز والتكنيكس اللي تخليك انت احسن كاديوكيتور وكتيتشر وكترينر، لكن هنا بسرعه بما ان احنا بنتكلم على الكورس ايفالويشن ونركز على الكورس شويه مش على حياتك بشكل عام، تعالى عندي 3 نصايح عايز اقول لك عليهم. اولا وانت في الكلاس روم عينك على الناس دايما، انت احنا بنقول حافظ على الاي كونتاكت. الاي كونتاكت دي وسيله للتواصل بينك وبين الناس، تقدر تشوف من عينيهم هم منتبهين ولا مش منتبهين، تقدر تشوف من عينيهم لو ان انت قلت حاجه ضايقت حد، تقدر تشوف من عينيهم هم فاهمين ولا مش فاهمين، فانت لازم دايما تبقى منتبه للبودي لانجوج، منتبه للتعليقات اللي الناس بتقولها. النهارده لما الناس بتدي تظهر عليها اكسبريشنز كده، ولا ابتدت الناس تنام زي ما في الصوره، طبعا ده لازم انت تبقى دايما صحي له. مفيش حاجه اسمها الطلبه وحشين، مفيش حاجه اسمها دي دفعه خايبه، مفيش حاجه اسمها الجروب ده جروب غريب ما عداش عليا قبل كده، يبقى انت فيك حاجه اتغيرت. برضو بترجع دايما انتبه ودايما اهتم بان انت تشوف الكورس ايفالويشن، سواء الحاجات اللي هي فيها اسئله مباشره اللي هي ممكن تطلع بارقام، او الكومنتس. دايما انت خليك حريص على ان انت تدور على النتيجه دي وتبص عليها وتشوف الناس قالت عليك ايه. انت بتشوف الناس قالت عليك ايه علشان تحسن ادائك، انت المستفيد الاول. هم خلاص خلصوا الكورس ومشوا، لكن انت اللي هتقول كورس تاني وتالت ورابع وتقول كورسات تانية. اتعلم منهم زي ما هم اتعلموا منك، اتعلم منهم رأيهم فيك. اخيرا دايما انت ما تنساش السيلف ايفاليويشن، وبشكل عام السيلف ايفاليويشن مع الستودنت ايفاليويشن، ولو ثيرد بارتي ايفاليويشن اللي هو كلهم عناصر من عناصر الكورس ريبورت، دور فيهم على ازاي انت تقدر تحسن من ادائك. الكونتينيوس امبروفمنت كونتينيوس امبروفمنت كونتينيوس امبروفمنت، دايما نو ماتر هاو جود يو ار يو كان ستيل بي بيتر. فانت حاول تشوف ايه اللي ممكن تعمله عشان الكورس يتحسن، تعمل فيديوهات، تغير الماتيريال، بدل ما بتعمل سلايدز تكتب على السبوره، بدل ما تعمل امتحانات تعمل بروجكتس، او تزود الامتحانات، او
تعمل اكتيفيتيز ان كلاس اكتيفيتي او اوت اوف كلاس اكتيفيتي. المهم في الاخر دايما دور على ان انت كل مره تدي الكورس تغير فيه حاجه. لما تغير فيه حاجه هتحسن دايما من اداء الكورس. ما فيش حاجة اسمها الكورس ده انا بقالي 20 سنة بديه بالشكل ده وخلاص هو بقى بيرفكت، يبقى انت فشلت. انت كده اللي يقول الكلام ده انسان فاشل. اللي يقول انه عارف يوصل بشغله لمستوى بيرفكت ده انسان فاشل، ما تحاولش تبقى واحد منهم. أرجو إن إحنا كده المحاضرة دي تقدروا تستفيدوا بيها. إحنا اتكلمنا بسرعة على إزاي نعمل الإيفاليويشن بتاع الكورس، إزاي الكورس إيفاليويشن ليه كونسيرنز معينة، اتكلمنا من الإيفاليويشن على السيرفيز، واتكلمنا على الكورس ريبورت، وفي الآخر قلت لك شوية نصايح سريعة على إزاي تحسن من أدائك بشكل مستمر. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم، او في المحاضره الجايه اسف، المحاضره دي خلصت خلاص. في المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن بعض بقى النصائح الاكبر شويه والاعم علشان تحسن ادائك كمدرب او كمدرس او كاستاذ في الجامعه او كمعيد او كبروفيشنال تريننج، واحد بتكسب دخلك او بتعمل الانكم بتاعك بيجي من خلال ان انت تقدم خدمات تعليميه وخدمات تدريبيه للناس. ارجو ان احنا نتقابل في المحاضره الجايه اللي هتكون اخر محاضره في الكورس بتاع تريننج اوف ترينرز، فارجو ان انتوا تكونوا كمان انبسطتوا معانا في الكورس. اشوفكم المحاضره الجايه، ويعني انا سعيد ان انتوا معانا لغايه دلوقتي، استحملتوني على الاقل كل ده. أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله.